سليم توجه إلى الأستاذ أبو الفضل بهلولي من جامعة معسكر. أستاذ الفاضل مرحبا بكم مجددا. خلينا نقول أي قراءة ربما سياسية أو خلينا نقول حتى جيوسياسية نمكن نوضحها لهذه اللائحة من حيث توقيتها أيضا من حيث المسؤوليات. كنا نتكلم مع ضيفي هنا في الاستوديو حول خلينا نقول المسؤوليات المتباينة بين الدول. احنا تكلمنا على فرنسا مثلا وحتى إسبانيا، النواب الذين يريدون منها الضغط على الجزائر ومد خلينا نقول جرعة أكسجين للمغرب الذي يحاول الاستثمار في هذه القضية خليني لتشتيت الرأي العام على المشاكل اللي يعيشها المغرب اليوم. مساء الخير حمزة وللسيد المحترم وللسادة المشاهدين الكرام قناة النهار. أولا لابد أن نشير أن العلاقة الجزائرية بالاتحاد الأوروبي يضبطها اتفاق الشراكة أكيد. الذي وقع في سنة 2002، وهذا الاتفاق هو الذي يضع الضوابط والعلاقة ما بين الجزائر وما بين الاتحاد الأوروبي، وهذا شيء مهم ونقطة جوهرية ومهمة. اليوم البرلمان الأوروبي يستغل هذه الاتفاقية في تمرير مثل هذه اللوائح. أنت أشرت إلى سؤال جد مهم وهو السياق الزمني لإصدار مثل هذه اللائحة. لابد أن نعرف على أن برلمان الاتحاد الأوروبي مصادر تقاريره تأتي من المنظمات الغير حكومية الدولية، وهذا شيء خطير وشيء مهم. لماذا؟ لأن هذه المنظمات التي تعطي تقارير للبرلمان الأوروبي هي تتمتع بما يعرف بصفة غير دولية، وهذا شيء مهم. وكذلك هي تتمتع أنها غير حكومية وتتلقى أموال ورشاوى من أجل تقديم تقارير مزيفة ومعلومات خاطئة. وكان السيد رئيس الجمهورية أن نبه في الندوة الصحفية الأخيرة إلى هذه النقطة المهمة، وهذا ربط أساسي وأكيد. النقطة الثانية وهو أن البرلمان الأوروبي ارتكب خطأ كبيرا من ناحية القانون الدولي عندما اعتمد على هذه المنظمات الغير حكومية في حصولها على المعلومات وتجاهل البرلمان الجزائري. وهنا يعطي لنا إشارة إلى المساس بالطابع الرسمية والطابع الدولي في التعامل، وبالتالي لابد أن تكون هنالك معاملة بالمثل. ما معنى ذلك؟ كما أن البرلمان الأوروبي استغل الاتفاقية الدولية الموقعة ما بين الجزائر وما بين الاتحاد الأوروبي، يجب كذلك على البرلمان الجزائري أن لا يكتفي بإصدار بيانات فقط، وإنما البرلمان الجزائري كذلك بناء على هذه الاتفاقية الدولية أن يقوم كذلك هو بنقاش عام وأن يصدر لائحة ويناقش حقوق الإنسان حتى داخل الدول الأوروبية. اليوم نشهد هنالك انتهاكات كبيرة من الدول الأوروبية سواء ضد الجالية الجزائرية أو ضد حتى الإسلام أو حتى كذلك ضد المعتقدات المسلمين، وهذا يعتبر مساس بحرية الإنسان. وبالتالي البرلمان الجزائري كذلك لا يكتفي بإصدار هكذا بيانات، وإنما كذلك يجب أن تكون هناك معاملة بالمثل وأن نرد عليهم بمثل هذه اللائحة. الدستور الجزائري يسمح للبرلمان بأن يقوم بنقاش عام، البرلمان الجزائري كذلك يتمسك بهذه الاتفاقية الدولية، وهو الآخر يصدر لائحة ويندد بالانتهاكات الدول الأوروبية لحقوق الإنسان. هذا يكون أكبر رد وأحسن رد، وهو الرد القانوني والمتعارف عليه. هذا من جهة. كذلك من جهة ثانية لابد أن نشير أن البرلمان الأوروبي دائما أقولها يعتمد على هذه المنظمات الغير حكومية، وهذه المنظمات الغير حكومية هي خبيثة، تأخذ أموال وتأخذ رشاوي تقدم خدمات تحت الطالب. نعم نعم، وتزيف المعطيات. لذلك رئيس الجمهورية كان استباقي عندما أشار إلى أن هذه المنظمات الغير حكومية ليس لها أي دور، وبالتالي لا يمكن أن نستبدل الدولة بمنظمة غير حكومية. كذلك يجب على البرلمان الأوروبي أن يدرك أن لدينا برلمان منتخب وشفاف ونزيه ولديه الشرعية من الشعب، وبالتالي كان الأحرى أن يأخذ هذه المعلومات المتعلقة بحرية التعبير وبالمنظومة القانونية المتعلقة بها أن يأخذها من المؤسسات الرسمية للدولة ويبني تقريرها. لماذا؟ لأن هذا هو الشيء المتعارف به في التعامل، وبالتالي هذه السقطة منهجية. كذلك لا ننسى أن السياق الزمني، نحن مقبلين على أول احتفال بالذكرى 75 سنة على المرور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كذلك تزامنت وإصدار الجزائر لقانون الإعلام. أعتقد أن وسبق للزميل النائب المحترم الأشار إلى هذه النقطة أن معالي وزير العدل خلال استعراض الشامل أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف أعطى
كل المعايير والضوابط التي تلتزم بها الجزائر في احترام حرية التعبير. إذا أنا على حسب تصوري أحسن رد وأكبر رد أن يواجه البرلمان الجزائري بالاتفاقية الدولية ويصدر هو الآخر لائحة. واضح واضح أستاذ أبو